تذكرون مشهد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس؟ حدث غير عادي، انتظرت إسرائيل طويلاً. لكن هل لاحظتم شيئاً غريباً أثناء الاحتفال؟ ماذا عن هذا الرجل؟ هل عرفتموه؟ لم يكن شخصاً عادياً. Men who become martyrs go to heaven and they meet up with 72 virgins. I can never figure out what the virgins did to deserve that. I don't understand why we're listening to these guys and we feel compelled to say talk about a two-state solution. إنه رجل السفارة نفسه هذه المرة يسخر من المسلمين ويقول إنه لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطين. تعرف على قصة ملياردير الظلام شيلدون أدلسون. Did you know that Sheldon Adelson spent $100 million of his own money last year on negative ads? You've got to really dislike me to spend that kind of money. عمره 84 عاما قضاها بجمع المال وعشق إسرائيل. ثروته تقدر ب 44 مليار دولار. وتجد بصماته محفورة في معظم قرارات ترامب التي تشكل العالم. I am not Israeli. صحيح، لكنه صديق نتنياهو الشخصي ويمتلك صحيفة إسرائيلية توزع بالمجان. رحلة الثراء. ولد أدلسون لعائلة يهودية فقيرة وقضى طفولته يعمل بائعا للصحف. دخل عالم ريادة الأعمال في الستينيات وبحلول السبعينيات كان أحد مؤسسي معارض كومديكس للإلكترونيات. غزا لاس فيغاس أواخر الثمانينيات وحول فندق ساندس المتهالك إلى مركز مؤتمرات وكازينو ليغير وجه لاس فيغاس. منتصف التسعينيات نسخ فندق ساندس وشيد مكانه فندقين على نفس الطراز بكلفة مليار ونصف المليار دولار. واطلع الألفية الجديدة كانت الوجهة جزر ماكاو الصينية. هناك شيد أدلسون أضخم مبنى مأهول عرفته البشرية حمل اسم كازينو البندقي، مشروع تلو الآخر، حتى بلغت ثروته 27 مليار دولار أمريكي بحلول 2007. وليحافظ عليها لم يجد أفضل من صداقة الحزب الجمهوري الأمريكي صاحب قوانين الضرائب المخففة وصديق الإسرائيليين في خدمة إسرائيل. عام 1991 تزوج أدلسون بالطبيبة الإسرائيلية مريام أكشور. أقيم الزفاف في القدس المحتلة ولأول مرة أصبح الكنيست صالة أفراح. زواجه منها كتب فصلاً جديداً في فصول حكاية حبه لإسرائيل. عام 1996 قدم أدلسون دعماً سخياً لحملة نتنياهو الانتخابية وافتتح لأجل صديقه صحيفة إسرائيل اليوم التي كلفه إنشاؤها 180 مليون دولار أمريكي وجعلها بالمجان بهدف تلميع صورة نتنياهو وبث آراء اليمين المتطرف لتصبح الأعلى قراءة في عموم الأراضي المحتلة. أنفق شيلدون 50 مليون دولار لتشييد متحف الهولوكوست في القدس و25 مليون دولار لتشييد جامعة أرييل على أراضي الاستيطانية. ومول مؤسسة تجليت المنظمة لرحلات تعزيز ارتباط اليهود الأمريكيين بإسرائيل بتكلفة 70 مليون دولار. وبفضله سافر ضمن البرنامج 600 ألف سائح أمريكي يهودي حتى اليوم. كان الرجل أبرز من حول حلم افتتاح سفارة إسرائيلية في القدس لحقيقة. قبل افتتاحها بعدة أشهر تعهد للخارجية الأمريكية بدفع 500 مليون دولار، لذا كان طبيعياً أن يقف في الصف الأول بينما وزراء نتنياهو وقفوا في الصف الثالث يوم الافتتاح. إلى جانبه جلست إيفانكا ابنة ترامب. ترامب الذي كسب الانتخابات بفضل أدلسون نفسه الذي طالما دعم الجمهوريين. عام 2008 دفع شيلدون 200 مليون دولار لمنظمة فريدم ووتش غير الربحية بهدف تلميع صور المرشحين الجمهوريين في الانتخابات. وبعد أربع سنوات دفع 120 مليون دولار أخرى لدعم المرشحين الجمهوريين في مواجهة أوباما. لم يكن أولئك المرشحون الصفوة حينها، لكنهم كانوا بالتأكيد الأكثر دعماً لإسرائيل وكراهية لإيران، والأهم الأكثر تعهداً بتخليص أثرياء أمريكا من مليارات الضرائب. Sheldon would have been better off offering me $100 million to drop out of the race.
دفع الكثير لكن أمواله ذهبت هباء مع انتصار أوباما. مضت السنوات وجاءت انتخابات أخرى، كان أدلسون جاهزا لها مع صديقه المليونير دونالد ترامب الذي حصل على تبرع بقيمة 30 مليون دولار لتحطيم أحلام هيلاري في أن تكون أول امرأة تحكم البيت الأبيض. كان ترامب حينها يمثله وبشدة رجل أعمال من نفس خلفية اقتصاد الكازينوهات، يتبنى سياسات ستخفض الضرائب وسياسات أخرى معادية لإيران وفي صالح صديق شيلدون المقرب نتنياهو. عراب المال السياسي، عد شيلدون دوماً أبرز ممولي منظمة الدفاع عن الديمقراطية المتهمة بالتأثير على سياسات البيت الأبيض تجاه منطقة الشرق الأوسط من خلال الشخصية الإماراتية الأبرز بواشنطن يوسف العتيبة. لا يتوقف إنفاق شيلدون على ذلك، فالرجل يمول سنوياً وبسخاء ما يزيد عن 30 منظمة في الولايات المتحدة وحدها، لذا يعد كما في عام 2016 أكبر ممول سياسي أمريكي على الإطلاق وبفارق شاسع عن أعضاء نادي المليارديرات الآخرين. يعرف أدلسون في واشنطن بالأب الروحي لأنه يذكر الأمريكيين والعالم بفيلم The Godfather الذي يحكي قصة رجل واحد يتحكم بكل شيء ويحصل على ما يريد. وها هو شيلدون يفعل ما يريد في منطقة الشرق الأوسط، يكسب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، يمنع قيام دولة فلسطينية، ويلغي اتفاق إيران النووي، ويبقى أمام الملياردير حلم لم يتحقق بعد، ضرب إيران بسلاح نووي. You pick up your cell phone and you call somewhere in Nebraska and you say, okay, let it go. So there's an atomic weapon goes over ballistic missiles in the middle of the desert that doesn't hurt a soul. And then you say, see, the next one is in the middle of Tehran.